رعاية خاصة ويومية يحظى بها أطفال التوحد، خاصة هذه الفترة التي تؤثر على سلوكهم، ما جعل هذا الفريق الطبي لا يتوقف عن مهامه خلال الجائحة، لأن تفويت أي حصة لطفل التوحد عبارة عن سقوط له وتسبب له عدة مشاكل. إذا كان الطفل العادي في فترة الحجر الصحي كان عنده توتر وضغط، ما بالك الطفل المتوحد؟ أكيد أنه حالات الضغط والتوتر واضطراب السلوك تزيد في هذه الفترة، مما حتى ما علينا فتح هذه الوحدة وكذلك التكفل بهم التكفل الأمثل وتقديم خدماتنا، حتى وإذا كانت هناك يعني طفل مريض وفي حصة اضطرارية تغيب عن هذه المرافقة، نعطيه موعد ونعطيه أيضا بروتوكولات علاجية يعمل بها هو أولياءه يعني وأنشطة يعمل فيها داخل المنزل، حتى لا يكون هذا الانقطاع الذي سيزيد من خطورة اضطراب التوحد. رغم التخوف من الفيروس وتجنب الخروج من البيت، إلا أن هذا لن يمنع المتابعة اليومية لأطفال التوحد، فحتى إذا أصيب الطفل أو والديه فإن المراقبة والرعاية له تكون عن بعد. الطفل التوحدي ما نقدروش نحبسوا له الحصص العلاجيه تاعو، بس تعديل السلوك تاعو الا كان حصه ولا اثنين ما خدمناهاش احنا نعاودوا نولوا من الاول. لازم تكون متابعه مستمره، ميم كي ما نخدموش معنا راح نمد لهم توجيهات نصائح كيفاش يتعاملوا مع الابن تاعهم خاصه في هذه الفتره، بس الاطفال راح يكونوا كيما الحصص اللي كانوا، راح تكون فيها تانيك الجانب النفسي المختص النفسانيه الاولياء تاعهم راح يكونوا بزاف مضرارين من هذا الجانب، تصيب الابن تاعها ما تقدرش كيفاش تتصرف معها، ما تقدرش تخرجوا كيما كان لازم. حاجه تاع مرقي المرض كامل بصح يسويفي ورك الحمد لله استقبل ما شاء الله، ما عندناش مشكل، ما عندي شحال وانا نتبع انا معاهم الحمد لله، يعني ما شاء الله يعني كان ما يهدرش وكان شغل صعوبة تاعو ينطق غير بابا ماما، دوكا والحمد لله من نهار تبعتهم الحمد لله عند أخت فونيس حتى البيديات الله يبارك ما شاء الله. متابعة ورعاية أطفال التوحد لا يجب أن تتأثر بالوضع الصحي الحالي، لأن تفويت أي حصة للمتابعة تنعكس على مدى تجاوب الأطفال.